عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في غاوي سيمون باك. درس تاع اليوم هو بروبليم دو بروميي دوغري ا اون انكونو الجماعات دوزيام اني ايكو. دونك انا عفوا 5 بوتي ولا 5 تيتر اللي هما فونكسيون افين فونكسيون افين بار انتريفال سونس دو فارياسيون بوزيسيون ريلاتيف دو دو كورب ومن بعد سين دان بينوم. دونك نبداو واحده بالواحده نعملوهم فيت في هكا باش نكملو باش نكونو فاهمين باهي. الوغ دونك اول حاجه اللي هي باش ناخذ الكور نتاعي شوف كيفاش فوالا. دونك انا باش نعمل نرجع هنا ناخذ كوب صافي نشوفو ساعة. أول حاجة اللي هي باش نشوفوها مع بعضنا هي فونكسيون أفين. دونك جي كتب هنا فونكسيون أفين اللي هي توا باش نحكيو عليها بوان. مانيش نروح في أي بوان جوست مفهوم اللي هي فونكسيون أفين. باهي فونكسيون أفين هي ديما عندها ال 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 تاعها ال ال أوبس ليكواسيون تاعها اللي هي نكبر هنا خشنا فيه بارفي. دونك عندها ليكواسيون تاعها y est égal à ax plus b و جرافيكمون نشوفوها هاك. دونك هذه هي الكوب نتاعنا هاكا باغ اكزومبل بيان سور هذه x وهذه y وتنجم باغ اكزومبل الكورب نتاعي تعمل هكا هو فات خط باش يكون هك ينجم يكون هك ينجم يكون هك ينجم يكون هكا كونستانت ناخذ كل اخرى ينجم يكون هك معناها المهم دروات هكا داكوغ. دونك تنجم يكون هكا ناخذ برشا اكزومبلوات ومن بعد باش نحكيو عليهم بشوي بشوي داكوغ. دونك اول حاجه اللي نفهموها اللي ليكواسيون هذه وهذه الكلهم في الفورما تكون ا اكس y على ax plus b. à chaque fois شنو يتبدل جوست الا والb يتبدلوا معناها y والx ديما فيكس داكوغ. نجم ناخذ اكزومبل باغ اكزومبل اللي هو y يقال 2x plus 1 تنشوفوا كيفاش مع بعضنا نجمو نصوروا هذه وكيفاش من هذه نجمو نخرجوا ليكواسيون تاع هذه داكوغ. دونك اللي حكينا عليها اللي هي y يقال 2x plus 1 نشوفوا مع بعضنا ساعة كيفاش نصوروا مثلا عندي 2x بلس 1 كيفاش نصوروها. دونك أول إتاب ناخذ نشوف هذايا البي دونك اللي هو عندي في الكام تاعي 1 ونجي لهنا نطلع بواحد داكوغ. دونك هنا جوست حطيت البوان تاعي الأول غادي. على فكرة أون دروات إي ديفيني باغ دو بوان شنو معناها؟ معناها كي ناخذ دروات أنا هذي أي واحدة فيهم ناخذ منها نصحح كان دو بوان وين يجي في الدروات هذيك باش نجم نصور الدروات هذيك. اوترومون دي كي ناخذ بوان هنا وبوان هنا راهو عندي دروات فوالا تشوف هذاك بوان هذاك بوان هذاك دونك تكون فما دروات. باه كيف كيف باش نصور الدروات انا هذي لازمني زاده دو بوان. بوان الاول دبرناه اللي هو ان داكوغ هاكا تشوف هنا تطلع هنا بواحد في الايكغيك. بعد نسحق ناخذ الاثنين هذايا شنو نعملها شوف الابارون شنو باش نعمل بالثنين هذيكا باش نمشي نعمل باش نمشي واحد على اليمين نمشي واحد على اليمين من بعد نمشي واحد على اليمين من بعد نطلع بزوز الفوق هذا باغ اكزومبل واحد اثنين وقتها نعمل بوان تاعي. دونك وقتها نعمل بوان تاعي هنا داكوغ. دونك هنا عندي دو بوان بوان الاول هو هذا وبوان الثاني هو هذا باهي. دونك هنا باش تكون هي هاكا نجم بيان سور نطول فيها تكون بيان سور دروات بالمصري نجم نطولها داكوغ. دونك نبداو بال1 ومن بعد نبداو بال2 2 علاش في واحد على اليمين على خاطر في الحقيقه 2 تكتب 2 سور 1 دونك نمشيو على اليمين باللوطاني ونمشيو الفوق بالفوقاني كي جات موانز ان لوطانا نمشيو على اليسار دونك اوترومون دي هذايا نمشيو بها على اليمين وعلى اليسار والفوق الفوقاني نمشيو بها الفوق واللوطا داكوغ. دونك نعاود ناخذ اكزومبل اخر بيتفي نفسخو هذا الكل ناخذ دونك اكس واي اكس واي ناخذ تو باغ اكزومبل واي ايتيغال moins 3 demi x plus
2 par exemple. D'accord? كي العادة قلنا نبداو ب 2 نجي سهلة برشا تجينا نطلع 1 2 دونك هذا هي البوان تاعي الأول كيما قلنا نسحقوا 2 بوان باش نوصلوا للدوغات نتاعنا دونك 2 سي بون دبرناها بوان الأول تو بوان الثاني اللي هو هذا هذه توا نمشي باثنين على اليمين واحدة اثنين باغ اكزومبل هكا من بعد نهبط ثلاثة لوطا واحد اثنين ثلاثة نحط بوان تاعي هذا دونك بوان لو الثاني هو هذا وبوان الاول هو هذا اوكي دونك موان تبع ثلاثة وتبع اثنين بو امبورت زوز كيف كيف بيجيكم كيف كيف الوغ بان نصور الدوات نتاعي هكا باش تكوني بيان سور دوات فوالا هكا اشب داكوغ كنت نجم باغ اكزومبل نحط الموان الموان هذي في اثنين وتجيني كيف كيف اوتخومون دي اش معناها بعد ما صورت البوان تاعي الاول اللي هو اثنين هو هذا نجي توا نخرج من البوان هذا باش نصور البوان الثاني تاعي هذا دونك هنا نحط نمشي اثنين على اليسار واحد اثنين باغ اكزومبل وبعد نطلع ثلاثه لفوق واحد اثنين ثلاثه تجيني بالضبط لهنا داكوردو فوالا هكا توا تعلمنا نصوروا نصوروا الدوات كي بدا عندنا فونكسيون عفين معناها بدا عندي فونكسيون كيما هكا تعلمنا نصوروها توا العكس بالعكس كي بدا عندي باغ اكزومبل فونكسيون عندي اون دوات ونحب نقراها باغ اكزومبل ناخذ بو امبورت ناخذ هكا باغ اكزومبل باهي هذي باش نعمل كي العادة دونك هنا نعرف اللي انا ايديكال ا اكس بلس بي هنا عندي دو ميثود سوا نقرا ديريكتومون من خمسة هذايا نقرا ديريكتومون من الكورب كيما عملنا توا دونك بي سهله برشا نجم نقراها ديريكتومون منا اللي هي ايتيغال ا 1 اللي هي طلعنا مع بركه دونك بي ايتيغال ا 1 دونك ايغري ايتيغال ا اكس بلس 1 هذا هنا قلنا بي ايتيغال ا 1 على خاطر بوان هذا من بعد شنو باش نعمل باش ناخذ من البوان هذاك نمشي واحدة على اليمين ونشوف روحي قداش طلعت طلعت هنا باغ اكزومبل بشطر دونك هنا الشطر هذاك هو اوفيت ا ايتيغال 05 ديما تمشي بواحد على اليمين وتشوف روحك تطلع والا تهبط كي تطلع تحط بلوس العدد اللي طلعت بيه وكان هبط تحط موان العدد اللي هبط بيه دونك الكام تاعي هو ا ايتيغال 05 اوكي دونك ايغري 05 x plus 1 d'accord donc on est anti droite alors qui fait que je n'ai pas la fonction t donc tu as un nombre blessé et il y a a est égal à y 2 moins y 1 sur x 2 moins x 1 où je connais y où je connais x vraiment ce sont deux points par exemple on est au point header on est au point header des points low vous avez point fini par exemple d'accord donc point low il y a un x1 y1 ou le point fini il y a un x2 y2 donc autrement dit je vais dire x1 alors x1 il y a par exemple il y a finance بعد y هو نقراه لهنا نلقاه par exemple 4 juste un exemple hein. donc x2 il y a هذايا نلقاه par exemple moins 3,5 ولا موان 3 نقولو من بعد y نجي نقراها هنا نلقاها موان 2 ونعوض نجي نعوض هنا y2 اللي هي هذايا دونك تجيني هنا موان 2 موان y1 اللي هي 4 من بعد x2 اللي هي موان 3 موان x1 اللي هي موان 2,5 داكوغ اوكي يعني مش بجيني بارفيت على خاطر مانيش قاعد ناخذ لي لي فالور صحاح اما فاستركم كومون سا مارش اوكي دونك بعد ما دبرنا ا نقولوا باغ اكزومبل هي 05 دونك ناخذ بوان من البوان تاع مازوس اللي هو باغ اكزومبل ناخذ بي 1 نقولنا في اكس دونك هنا توا عندنا الفونكسيون عندنا y ايكال 05 x plus b نحب ندبر b باش ناخذ بوان 1 والا بوان 2 مهم دونك ناخذ 1 والا ناخذ 2 باش نجي ناخذ بوان 1 ونعوض فيهم لي فالور هذوما زوز دونك y قلنا هي 4 دونك حط هنا 4
يساوي 0.5 في x اللي هي 2.5 بلس ب. بعد نهز ثم الزوز مشي للأخرى بعد تخرج لي ب. داكور دونك هذا هو بالنسبة للفونكسيون افين. طيب باش نحكيو على فونكسيون افين بار انترفال. داكور اوترومون دي جمعنا نتي باسوار فيا ولا نتي دوها نحطها باسوار فيا. Par intervalle. Hop, c'est là. B. Ok. Je m'en ai avec. M'en ai une fonction qui m'en a qu'à par exemple. Et j'ai pas le OK. Bien sûr, on a dit X. On a dit Y. Donc, on a fonction affine. Elle est 10 mètres ou belle droite. Donc, par exemple, j'ai pas le OK. On a fait partie. تكون لي هكا في بارتي اخرى باغ اكزومبل هكا اي بعد نقول يجيك في بارتي اخرى نقول لك نحبها تكون هكا تبدل معناها الفونكسيون. دونك انا عندي فونكسيون دو فونكسيون في فونكسيون برك اوترومون دي معناها عندي هنا باغ اكزومبل هذا فونكسيون اف 1 وهذا فونكسيون اف 2 وانا كي نكتب الفونكسيون تاعي الكبيره بالكل اللي هي اف دو اكس ايتيغال نحط هنا اكولاد نحط الفونكسيون تاعي الاولى بلا 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 والفونكسيون تاعي الثانيه بلا 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 نقول راهو وقت اللي وين ديفيني باغ اكزومبل هي هنا هذا نقول باغ اكزومبل 2 نقول هنا وقت اللي اكس ابارتيان من موان لانفيني حتى شي 2 داكور وهنا اكس ابارتيان من 2 حتى شي بلس لانفيني معناها قسمها على 2 دونك بارتي الاولى هي اف 1 هي هذه اللي هي ديفيني لهنا اللي هو السر الاول والسر الثاني هو البقيه دونك من 2 وانت طالع اللي هي البارتي هذه داكور دونك هنا هذا اش معناها فونكسيون بار انترفال تعديو توا السونس دو فارياسيون سونس دو فارياسيون نتاع اون فونكسيون اللي هي باش تقول لي كي العاده نفسرو بكل شيء اوكي de variation ok octobre sans pas grave t'as mis celle je sais même tout de quoi il s'agit donc on est chambre à l'air et là on a un genet courbe x ou y on a un chouf le sens de variation t'es riche chambre à l'air autrement dit qui dans un dit courbe à cahier on a normalement un dit fonction affine on a un chouf le sens de variation est-ce que t'as a ou elle a hapta ainsi de suite داكور دونك باغ اكزومبل هنا هذا يشوف فيها هي طالعة هذا يشوف فيها باغ اكزومبل هابطة هذا يشوف فيها باغ اكزومبل لا هي طالعة لا هي هابطة داكور اما هذايا بالعين سهلة باش تراها باغ كونطخ كي نعطيك انا فونكسيون نقول لك يا خويا الغالي عندك ايغريك ايتيغال 3x بلس 6 طلع لي هذا اسكو طالعة ولا هابطة داكور دونك هذيك هي الاشكال اللي نخدموا فيه لهنا داكور دونك هنا كيفاش باش نعملوا لازمتنا او فيت نعرفوا حاجه اللي هي شويه نكمل دونك هذا كي العاده اكس واي داكور دونك هذايا فونكسيون تاعي هكا باغ اكزومبل هنا نسحقوا دو بوان باغ اكزومبل نخدموا نخو بوان هذا نخو على اكس نخو بوان هذا دونك اكس 1 نسميوه ولا نسميوه ا هو موان 3 ونخو ب هو 5 دونك هي تشوف باغ اكزومبل موان 3 وهنا تشوف موان 5 او هنا تشوف 5 داكوغ دونك هذا ا وهذا ب اوكي دونك انت مهم تشوف هنا ا اصغر من ب لازم تكون اف de b اكبر من f de a معناها f de a اصغر من f de b تبدا كي معناها هذا السين ما يتبدلش معناها تسمى ستريكتومون كروسانت كان السين يتبدل راهو ستريكتومون ديكروسانت كان a ايتيغال ب بعد نلقاو f de a
est égal à f de b راه هي كونستانت دونك عندك هنا 3k والا 5k على خاطر بعض ساعات نقولوا ستريكتومون كروسانت والا تو سامبلومون نقولوا كروسانت داكور دونك هنا نشوفوا اسكو الفونكسيون هذه كروسانت ولا ديكروسانت ناخذ باغ اكزومبل a est égal à ناخذ حاجه سامبل 0 ناخذ b est égal à 1 دونك انا عندي a اصغر من b نشوف توا نعوض نعوض الاي كغيك هذايا في البوان هذا نتاعي a و b نعوضهم في x ونشوف الاي كغيك شنو تخرج لي دونك هنا f de a اللي هي معناها f de 0 معناها باش نعوض الاكس ب 0 بيجيني 3 فوا 0 بلس 6 اللي هي تجيني 6 ومن بعد f de b اللي هي f de 1 اللي بيجيني 3 فوا 1 بلس 6 اللي هي تجيني 9 دونك جاتني f de a اصغر من f de b سيتي اكزاكتومون كيما هذي داكور معناها فرد سين سين ما تبدلش ديما عاتي على اليمين كيف كيف هنا عاتي على اليمين دونك هنا تسمى ستريكتومون كروسانت وكان كان نشوفو توا باغ اكزومبل كي نحبو نصوروها كي العادة واش قلنا ناخذ البوان الاولاني هذا دونك نطلع ستة برات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هذا يكون تاعي البوان الأول والبوان الثاني هو باش ناخذو هو هذا ثلاثة شنو نعمل نجي من البوان اللي صورته الأول نمشي بواحد على اليمين نطلع ثلاثة الفوق واحد اثنين ثلاثة فوالا هكا توا باش نصور الدوغات نتاعي فوالا هكا ببخي فوالا تشوف فيها كروسون طالعة الفونكسيون دونك كيما حكينا لهنا بعد عندي قالي نفسخ ساخر كل شيء باش نعداو توا التيتخ ولا الشابيتخ اللي بعده السيكسيون اللي بعدها اللي هي قالت لي شو اسمها position relative de deux courbes d'accord donc on a habit norme activité اللي هي activité 2 page 101 flectem dans deuxième année éco et là tiens attends de droite on va essayer de savoir كيفها هنا عندي x وهنا عندي y عطاني d1 قال لي راهي d1 هي باش تكون هكايا حسب تقريبا هكاكا وبعد عطاني d2 اللي هي قال لي باش تكون حسب تقريبا هكا فوالا دونك تاو هذايا d1 وهذايا ولا d1 هذايا والاخرى هي d2 بعد قال لي هنا D1 D2 sont les représentations graphiques respectives de deux fonctions f et g définies sur R. Comparer f et g. Nous allons comparer f et g. Donc, on va dire f. L'ahmer est g. L'ahmer est f. Ou l'autre est g. Donc, on va dire f ou g. Bien. On va dire les intervalles. Donc, on va dire a. On va dire x appartient. Moins l'infini. À l'échelle 1. D'accord, autrement dit, le 1 هو هذا. معناها يحب نقارن لي دو كورب من المنا. من موان لانفيني لل 1 نشوفو اللي الاحمر الفوق. دونك هنا نجاوبو انا اللي اف اكبر من جي. فوالا دونك البارتي البوان الثاني بتي بي ناخذو بالاكحل باش نفرقو. قالي اكس ابارتيان من 1 بلوس لانفيني. دونك نقصد بها من المنا دونك نشوفو هنا من المنا نشوفو اللي جي فوق الاحمر معنى الازرق فوق الاحمر دونك جي اكبر من اف والا اف اصغر من جي ومن بعد ثوازيام بوان قالي سي وقت اللي اكس اتيكال 1 معنى هنا اكس اتيكال 1 شوف بالضبط البوان هذايا نشوف وقت اللي اكس بالضبط تضرب في جي تضرب في الاف دونك هنا اف est égal à g voilà ben donc tu vois nous allons faire la dernière chose après comme vidéo de aujourd'hui il est qu'elle signe d'un binôme signe d'un binôme ok attention au message attends la fin
ما صنفو ب شنو معناها هذا؟ معناها نحبوا نشوفوا نقراوا السين نتاع الفونكسيون تاعنا. دونك عندي نعطيك قاعده ديريكت تبدا تكتبوها اللي هي هكا باش تكون نعمل ديما تابلو تاعنا هكا باهي. Parfait. Ok. Donc, on est nécte n à x plus b t. On va passer par là. Il y a tableau hack. Ok. Donc, nécte n à x plus b t. On est direct moins l'infini. On est plus l'infini. On est moins b sur a. وهنا نحطو دورة هنا معناها راهي ال سانول. دونك هنا باش تجيك سين دو موانز ا وهنا باش تجيك سين دو ا داكوغ. شنو معناها؟ باش ناخذ اكزامبل نحكيو على الفونكسيون اف دو اكس ايتيغال باغ اكزامبل 2x موان 3 داكوغ. دونك شنو باش نعمل هنا؟ نعرف ان اللي ا ايتيغال 2 واللي بي ايتيغال موان 3 فوالا. دونك انا باش نجي هنا ونعمل التابلو نتاعي كيما عملتو هذاك الاكحل. باش نجي هنا هنا وهنا وهنا ونجي نكتب الفونكسيون نتاعي هنا 2x موان 3 هنا موان لانفيني وهنا بلوس لانفيني. هنا نحط الدورة نتاعي لهنا وهنا نحط موان بي سوغ ا. دونك موان موان 3 اللي هي 3 سوغ ا اللي هي 2. دونك اوترومون دي 3 دومي باه. وتوا هنا باش نحط بلوس ولا موان كيفاش نعرف؟ نشوف الا نتاعي ونحط سين العكس نتاع هذه. دونك هذه 2 دونك هنا نحط تولي موان 2 دونك هي نيجاتيف. دونك هنا نحط موان وهنا نحط بلوس ديما فيت هذه وهذه عكس بعضهم. كان هذه موان راه هذه بلوس كان هذه بلوس راه هذه موان سي دو سويت باه. ناخذ فونكسيون اخرى واللي هي اف دو اكس ايتيغال 1 دومي x plus 1. Donc on a une un demi x plus 1 kif kif. Donc on a une j'ai une moins l'infini on est plus l'infini on est moins b. Donc a t a 0,5 ou le b est 1. Donc on a une j'ai moins b sur a. Donc moins 1 sur 0,5 les calculatrices à moins 2 d'accord. Donc on a في البارتي الاولى باش نحطو سين دو موان زا دونك العكس هذي دونك هنا موان وهنا بلوس داكوغ. دونك واش معناها كي نجي انا توا نثبت عندي باغ اكزومبل يعطيني توا فونكسيون نمشي نطبقو هذا نحلو مع بعضنا توا شنو معناها. عندي اف بالاحمر و اف بالاخضر توا جي قالي باغ اكزومبل اف de x, une hab fonction 1 demi x plus 1 fois 2x moins 3. D'accord. Donc il dit chou, il y a une fonction affine, il y a une fonction affine. Donc il y a deux fonctions qui sont différentes. Donc il y a moins l'infini ou plus l'infini. Il y a 3 demi, il y a 1 demi. Donc il y a 1 demi. داكوردو اش قال لي؟ قال لي الفونكسيون نتاعي لهنا اش قال لي هنا شوف اللي بالاخضر نبداو بالاخضر قال لي البارتي اللي على اليسار راهو كلها نيجاتيف. دونك معناها هنا نيجاتيف دونك هنا نيجاتيف وذي بارتي راهي بوزيتيف داكوغ. دونك توا اش قال لي توا في الاحمر؟ قال لي البارتي اللي على اليسار نيجاتيف والبارتي اللي على اليمين راهي بوزيتيف داكوغ. دونك نجي نشوف انا لهنا هنا عندي معادي نيجاتيف معناها نيجاتيف فلوت نيجاتيف الفوق دونك حتى شي للموان 2. دونك هنا بارتي هذايا باش تكوني بوزيتيف خاطر موان فوا موان تعطيني بلوس. توا من البارتي توا من موان 2 لان دومي عندي مرة موان وعندي مرة بلوس. دونك هذايا بارتي هذايا نيجاتيف ومن بعد بلوس وبلوس كيف كيف. دونك هذايا ترجع بلوس اوكي. معناها
جوست حبيت نقول لكم راه كي جاتك فونكسيون باغ اكزومبل كيما هكا فونكسيون افين فونكسيون افين ويحب يحبك تقول له اعطيني تعطيه السين راك لازم تعمل هكا تاخذ الفونكسيون الاولى تعملها تابلو سين تاعها كيف كيف الفونكسيون الثانيه تعملها تابلو سين تاعها وبعد تحل كيما هكا دونك عندنا موان فوا موان تعطينا بلوس بلوس فوا بلوس تعطينا بلوس بلوس فوا موان تعطينا موان moins fois plus tatina moins autrement dit que deux signes kif kif donc moins moins voilà plus plus tatina plus qui deux les signes différents tatina tatina dima moins voilà هذا هو بالنسبه للدرس تاع اليوم نشوفوا شوفوا بعضنا المره الجايه الدرس je pense اللي هو problème du premier degré à deux ou trois inconnus merci beaucoup et bye bye